الجماعة مصرين على أنهم السادة والباقي عبيد. لا، وكمان بيزعلوا لما تقول لهم أنها السواسية. بعمل منشور وطز بأبو أبو أبو المشرف. يفعل ما يشتي، من أصله، من جده، من أبوه، جي يسلبني حريتي. لا سيد إلا الله، لا فرق بين عربي ولا عجمي إلا بالتقوى والعمل الصالح. باختصار كلنا عيل تسعة. ليش بتستفزهم كلمة كلنا عيل تسعة؟ طز فيهم وطز في تهديداتهم، يعملوا ما يشتوا، ما مش أحسن من الصدق. عنجا عنجا المفاش باك عنجا الناشط عنجا. هو أنت الناشط؟ الناشط ادرح التلفون ادرح. ما به ما هو من الصبح عارف بتحركاتك وعارف بتحركات الخلايا الإسرائيلية والأمريكية إنه يجد لها توجيها. توجيهات من أينه؟ من تل أبي لنشرك شائعة وأنت أولهم. توجيهات من تل أبي؟ أيوة من إسرائيل. كان من أين بدتوا هذا الأفكار والشائعات الخبيثة؟ أش من أفكار؟ ما الأفكارك من رأس الصبح؟ أش من أفكار؟ اقرأ مكتبت آخر حاجة. أينه؟ في الفيسبوك. قصتك المنشور حق كلنا عيل تسعة. وهذا الرجل ترجعش تنكر وهذا الرجل ترجعش تنكر أن تسارك تلفونات محترف قبل ما تقع مشرف. ما تقدرش تنكر بين أقول لك، أنت عارف ما كتبت، ما تقدرش تنكر. قصتك حق كلنا عيل تسعة. وحتى بيتحاكى قبالي وبيعترف ولا أنا يا داعي وبيتحدى. الآن فهمت ليش أنت ضابح، إن إحنا خرجنا عيل تسعة وأنت خرجت ابن 17. بس ما الدنيا سلامة تعتوه في الشهرين في أي حبس، ما لك حلقات. أمشي الحمد لله على السلامة، وكيف حالك؟ والحمد لله شغال قرعة. وكيف الوالدة؟ طيبة أمورها تمام، خرجنا من المستشفى. لا وهذا وانت عامل للأمريكان والإسرائيليين معادن بتزبج. هذا أنا شاز بجوال بجوالطم واخبط واطرح. فجأة ثاني بيقول أتخرج قنبلة لا روحك. ألو يا مؤمن يا مؤمن، قصي قلت لك خليه من هؤلاء قد يوجههم الأمريكان والإسرائيليين. مش في ضد متى وتسكموا أبتهم إن زعبتهم. أين أقول لك واحد خبيث أكتب خبرة هذه المؤامرة التي كانوا يعلمونها في الدورة. فرق تسد تسد ما هو سد وما عدنا قايلي اسمها فرق تسد. أبين أقول لك بيقول لا سيد إلا الله بيسب السيد وبعدها بيقول كلنا على تسعة. قلنا لهم واحد خبيث. طبعا هذا المشهد تمثيل، لكن الحوثيين بيفعلوا على ارض الواقع. عاد قلوا بالغنا في المشهد ولا بالغنا ولا شيء، الحوثيين فعلا يزعلوا من كلمه لا سيد الا الله، وبتستفزهم كلمه كلنا عيال تسعه، وفيها سجن وحبس ويسرقوا تلفونك بتهمات ان انت عميل لامريكا واسرائيل. تابعوا الحلقه علشان تفهموا اكثر. اهلا وسهلا بالجميع وحياكم الله، واهلا وسهلا في حلقه جديده من برنامج باتريوت. هنبدأ الحلقة حق اليوم بسؤال مهم، سؤال مكون من فقرتين. هل كلمة كلنا عيال تسعة بتستفز الحوثي؟ وهل كلمة لا سيد إلا الله بتزعل الحوثي؟ الإجابة نعم، إي والله نعم بتزعلهم. وأي واحد يقول هذا الكلام يتهمه أنه عميل للأمريكان والصهيون والإسرائيليين والزنمرك والشيخ باش. أي كلمة تطلع عندهم هذا عميل لهم. تعالوا نشوف واحد من حقهم التكاترة أو الدكاترة أش بيقول. هذا الدكتور اللي يطلع بالدال مش بالطاء. وسنتحدث في هذه الحلقة حول ما بين قوسين ما سيد إلا الله، وما بين قوسين آخرين كلنا عيال تسعة، وأيضا قوسين آخرين ساد وعبيد قناديل وزنابيل. طبعا المطبخ الإعلامي الذي يفرخ وينتج مثل هذا العبارات هو مرتبط باستخبارات عالمية أمريكية صهيونية. طبعا القناة دي بيتكلم منها هذا التيك توك من القنوات المنهوبة، من القنوات الحكومية المنهوبة. تعالوا نواصل شوي، بس هذه معلومة
ونزرقها لعندهم. والغرض الرئيسي هو ضمن إطار قاعدة فرق تسد. كلام يا بريطانيا كلام، يعني الذي بيقول كلنا عيال تسعة بتحركها المطابخ الأمريكية والإسرائيلية والبريطانية، والذي بيقول مش إحنا كلنا عيال تسعة، إيش بيحركه؟ الدود، أكيد الدود. أي هو أنت حق فرق تسد؟ أمدري تسد؟ أهلا يا ولي. حرام له تلفوني هذا السارق. حياك حياك، أنا الآن عاد أنا جيت من الجبهة. كذب. بعد أتصل لك من تلفون واحد أمريكي دخلت لله وسط المترع. أنا أمريكي يا كذاب؟ عاد لو أنا أشقر ولا أزرق ولا عاد لو دربة أرقام أصحابك جالست فيه الأمريكيين والإسرائيليين. هيا بسرتو، هذه آخر التعبير الحوثي الغلط، هذه بيعبو لعن أبوها مهره. سر الحياة بي لا سر، لكن له رقم مزة ولا ياي. سر الحياة هذا رقم صاحب الوايت، لأنه بدي لنا ماء، والماء أساس الحياة، فأنا سميته سر الحياة. أنا بريت ذمتي، شيت لا سر رسلته، أنا بري لا برمك. بسرتو يا مشاهدنا الأعزاء، هذه نهاية التعبية الحوثية الغلط، بيعبوهم على الناس المساكين وأصحاب الحق أنهم ناس أمريكيين وإسرائيليين وعملاء، وبناء على هذا بيستحلوا دمك ويقتلوك لأتفه سبب. فاصل ونرجع نواصل، خليكم عندي هنا. ها رزا لا تقلب، رزا ريمونت لا تقلب، واتغلقوا حلقة إلا لما رجع التلفون حقي من عند المشرف السارق. بعتريوت يصدى للطبيان، بعتريوت للحجة قولوا بعد يلا، بعتريوت ابحث في كل مكان، شوف 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 البعتريوت يصدى للطبيان، بعتريوت للحجة. ما زلنا حول المصطلحات التي أطلقها بعض الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي، كلمات بسيطة لكنها فجعت الحوثيين، أرهبتهم وقلقتهم، واتهموا الصحفيين والناشطين أنهم عملاء الأمريكا وإسرائيل وإرهابيين، وهي كلمة، لكن هي كلمة حق، يعني ضربة معلم. نشوف حقهم التكاترة والمفسرين ردود وشبهات، الدود وشبهات. تعالوا بسروا ما بيقولوا هذا شطط الدين. لأن بعضهم بيجي يقول لك كلنا عيال تسعة، ساد وعبيد، قناديل وزنابيل. هذا نفس منطق فرعون. ما دخل فرعون بالموضوع، ما دخل فرعون بالموضوع، أماني تفاجأت. أنا أقول له عدتهم واحد هنا هنا هنا، فرعون، فرعون ما قالش لبني إسرائيل كلنا عيال تسعة. فرعون قال لبني إسرائيل أنا ربكم الأعلى، يعني نفس حقكم المنطق، أنا سيد، أنا أحسن منك، أنا نطفة طاهرة. ونفس المنطق حق إبليس، أنا خير منه، يعني أنتو وإبليس وفرعون في سيخ واحد سعد دجاج، كلكم في سيخ التعالي والاستكباء. وهكذا كل المضلين سواء أيام موسى وهارون لا غيره، مش كانوا يقولوا إن أنتم إلا بشر مثلنا كلنا عيال تسعة، ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا بادي الرأي، وما نرى عليكم من فضل بل نظنكم كاذبين، ما أنتم مش أفضل مننا، على رأسكم ريشة، أنتم أفضل مننا، كلنا عيال تسعة. والفلخايا فقي سمعتوا ما قال؟ خلاصة الموضوع لا عدنته بعدهم، خلاصة الموضوع أنه إذا قلت لواحد حوثي كلنا عيال تسعة عيرجعك مثل الذي بينكروا رسالة الأنبياء والمرسلين. مليع عب وفقيه، مدام كلمة كلنا عيال تسعة بتزعلكم، ما أشتغل نقول لكم إحنا عيال تسعة وأنتوا عيال خمسة، يعني عيال الخمس، ولا ما نقول لكم، ولا نقول لكم عيال 22 ساعة ذهب، ولا نقول لكم عيال شوارع ساعة ما قالوا شيعة شوارع، ما أشتغل نقول لكم كلنا عيال تسعة. إذا سبق واحد وخرج قبلها بشهرين يعني يعتبر يعني سباعي، نفس السباعي الذي دخل عندنا وبز التلفون، هذه قيمة 70,000. مشاهدينا الأعزاء، ما زلنا وسنبقى جميعا كلنا عيال تسعة، ومن قرح يقرح. طبعا كلكم سمعتوا أحد الأكاديميين الحوثيين التكاترة الذي بيشبه من يقول كلنا عيال تسعة بمن ينكر رسالة الأنبياء والمرسلين. خلونا نسمع من واحد من حقهم الأعلام الذي بيسموهم أعلام الهدى، أعلام القرآن، تعالوا نسمع من واحد منهم. شاهدنا عندما ترتبط الشعوب بأعلام الهدى من قرناء القرآن كيف يرتفع رأسها وتصبح رقما صعبا. كيف عندما الشعب الإيراني ارتبطوا بالإمام الخميني والسيد علي خامنئي؟ كيف كيف؟
كيف كان لبنان قبل أن يأتي السيد حسن نصر الله هذا الرجل القرآني العظيم؟ ما علينا من لبنان، حاكيني من اليمن، لا تدومنا. والآن عندما التف الشعب اليمني خلف هذا القائد القرآني المبارك السيد عبد الملك علم من أعلام أهل بيت رسول الله، ما احنا والله ما شفنا الله كيف التف عبد الملك على الشعب اليمني ودخلهم في حروب طاحنة ودخلهم في ما عدنا قايلي، فما عاد شفنا لا رواتب ولا كهرباء ولا نفط، ما عاد بسنا لا سوق سوداء، سأوجيهكم صود الله وجيهكم دنيا وآخرة. خلاصة الكلام من الأخير إن الحوثيين اشتي يغرسوا في رأسنا ويثبتوا معلومة إن الأعلام هؤلاء حقهم أعلام القرآن على ما بيقولوا، ومش معلم قرآن ولا أعلام أي شيء، إنهم هؤلاء من جيز الأنبياء والمرسلين وضروري نحن نؤمن بهم ونخطى بعدهم رضا والله صمي. من هم؟ خامنائي وخميني وحسن نصر الله وعبد الملك صباح الطهطاوي وقاسم أمين وعلي مبارك وزكي جمعة. مين زكي جمعة ده؟ ما حد يعرفه منكم ولا نعرفه ولا عاد اللي ما يعرفه ولا أصحاب المسرحية يعرفه، بس اللي نعرفه أن اليمن ما عرفت الجوع والكوليرا والدفتيريا إلا في عهدكم يا كوليرا يا أعلام الكوليرا يلا يا أعلام القرآن. ثقافة حلوة برضو. طب تقرأ إيه؟ الحب في زمن الكوليرا. في زمن الكوليرا؟ عارفين إيش الحب في زمن الكوليرا؟ هو ذا حوثي بيحب صاحب وايد. يخدعونا بالوصي والإمام والآل والعترة وسحر الكلام، مهما تغنى وبالحسن والحسين وصبط والبطنين والنسختين، المهم انت تفهم تتصدق ما تندم، كلنا في الهوى دم كلنا أولاد آدم، المهم انت تفهم كلنا أولاد آدم. المجوس لا للتناحر لا لقتل النفوس، لا للتشرذم في وطننا الكبير، ولن نصدق كل خاين أجير، افهم افهم يا بوي كلنا أولاد آدم، المهم انت تفهم كلنا أولاد آدم. منهاجهم دمر صفاء العقول وفكرهم إفلاس عرضا وطول، أهل الضلالة والفتن والفساد، أهل العمالة قد طغوا في البلاد، افهم ركز في الهوى دم، خليك حر كلنا أولاد آدم، المهم انت تفهم كلنا أولاد آدم. يشهد لي التاريخ مالي مثيل، الدار داري من قديم الزمان، الحق حقي أينما كنت كان، المهم انت تفهم لا تصدق ما تندم، كلنا في الهوى دم كلنا أولاد آدم، انت عقل وافهم كلنا أولاد آدم. نداء إلى جميع أحرار اليمن.
تعالوا ننتشر حوثي تعالوا. الخطب ينادينا وقيمنا ومبادينا تبدو بيضاء مثل أيدينا ونعم والعزة فينا سبعة عام يدوينا. آمين. شوف 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 ابصر عبر الصورة والصوف شوف 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 أشمح مفعول الباب روب شوف 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 هنتر باشرنا بالهجوم يستاهل عم تكر الهانة تشبت عني وقال فنان القول الكاذب قلبي حواجي افضح انتبه وراقي والسلام تجارب ايوه باعتريوت المصدى للطبيان باعتريوت الحجة قولوا بعد يلا باعتريوت ابحث في كل مكان شوف 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 الباعتريوت الآن شاب ابصر اشمح اشحر حنتر ابصر ركز شاهد شوف تابع